نحن كأساتذة دايما بنفكر إنه تلاميذنا هن المستفيدين الوحيدين منا، ونحن يلي عم نعطيهم دروس للحياة. ولا مرة فكرنا إنه ممكن تلميذ هو اللي يدينا درس للحياة؟ رح قلكن عن حاجة حصلت معي بكلاس. كانت تاني سنة بدرس، أنا بلشت درس كانت صغيرة جدا، كان عمري 16 سنة. فكنت درس موسيقى بمدرسة اسمها عين ورقة بلبنان. هيدي المدرسة هي كانت كلها بنات داخلة، يعني بنات بيناموا بالمدرسة، وفي بعض البنات كانوا بيروحوا على بيتهم بعد 3 أو 4 شهور حسب الكيس الموجود ببيتهم. هي كلها كانت سوشيال كيسز، يعني كلها كانت حالات اجتماعية صعبة تقريبا. بالمدرسة هيدي كنا بنعمل عيد الطفل، ما كنا نعمل عيد الأمهات، لأنه بعض البنات ما كان عندهم ماما. فأنا في يوم قررت أنه قبل عيد الطفل أني أنا أروح وأعمل حاجة جميلة جدا، وروح جيب عروسات صغيرين كده لأصغر كلاس. أنا بدي أصغر كلاس ده كان عمر البنات 7 سنين، صغيرين جدا وهما بيباتوا في المدرسة، كانوا يصعبوا عليا. فدخلت أنا الكلاس ومعايا الألعاب، وبدي تقريبا كان عددهم 9 بنات، بدي لكل بنت بالكلاس العروسة بتاعتها، وبس اديها العروسة بضمها. كان في بنت بالكلاس ده، لما ادخل الكلاس ده كنت ابصلها بطريقة زي ما هي مش موجودة بالنسبة لي. هي كانت وجهها دايما كده بتحس انه هو مش نظيف، ومناخيرها نازلة، يعني كنت أنا بالنسبة لألي بحس إنه مش قادرة أضم البنت دي. البنات الباقيين مثلا كان في بنت جنبها رائعة الجمال بالنسبة إلي، فكيف ما أمشي في الكلاس أنا بحضنها. وصلت لعند البنت دي اللي أنا ما كنتش بحبها، بس طبعا ما كنت أنا بقلة، يعني ما كنت حبها وما كنت طبعا أكرهها، هي طفلة، بس بالنسبة إلي الطفل الجميل النظيف كده، أنتوا بتحسوا حالكم نفسكم عايزين تحضنوا. وصلت للبنتي ديت العروسة بتاعتها، بس علشان أنا حضنت البنات كلهم كان لازم أني أحضن البنت دي. بعقلي من جوه أنا قلت آه يا ريت أنا ما حضنتش البنات الباقيين علشان أنا مش قادرة أحضن البنت دي. فجيت اديتها العروسة بستها على خدها، مش هقول لكم حصل ايه. باللحظة اللي أنا بستها على خدها، باللحظة نفسها البنت مسكت خدها كده وبصت لي وقالت لي انتي بستيني، انتي بستيني. نسيت العروسة ومسكت خدها. طبعا بالنسبة لألي انا ما قدرت كمل الكلاس، انا خرجت وابتديت اعيط، وشفت نفسي اني انا وحشة جدا. بس بعدها عرفت انه لا، نحن التمييز موجود بحياتنا، وهذا كان درس كتير كبير لإلي، إنه نحن الأساتذة عن جد لازم نشوف التلميذ بنظرة مختلفة، وكلمة منا ممكن تأثر بحياته إيجابيا، وكلمة منا ممكن تحطمه وتخليه إنسان ما عنده ثقة بنفسه أو تصرف منه. هيدا مساج كتير صغير حبيت وصله لكل الأساتذة وأنا قطعت فيه، وحبيت وصله لألكن. وأكيد بدي أشكر هيدا التلميذة اللي هي بقت جميلة جدا جدا جدا، كملت دراستها، وبدي أقول لها شكرا إنك علمتيني درس كتير كبير.
سلام.